ازيك شباب؟ معكم حلقة جديدة معي ستيوب جيم. انا شباب نلعب لعبة الغزالة المجنونة. طبعا شباب اللعبة دي لسه نازلة جديدة، فخلينا نشوف نديها تجربة ونقيمها بعد كده. انت زرافة ولا غزالة ولا تستقبلي؟ هتستقبلي على ابو الاسايس؟ والله الرب يا سلام، اشربي والله عطشانة. ايوه المية لو عطش اسمها ايه؟ والله نسيت. يا غزال يا غزال، يلا شباب نخش ونبتدي جيم جديد. اول تجربه نجربها مع بعضينا. عندنا الكره الارضيه، ايوه هين نزلنا عملنا تليبورت. يا سلام. لا وعندي بصوا ادوات، يعني ينفع نشن كمان. بيقول لك ازاي نلعب حين وعندنا ماشي. اوه وكمان ليه قلوبه شباب زي جي تي. الله اللعبة دي، ادي له ولا اتفرج وتعلم. ها ايه رايك يا معلم؟ نجيب ده، بص اتفرج. يا لهوي على الاحتراف. ادي له ولا سيد، ها انت تعرفش انا مين؟ انا غزاله يا ولد. ادي له يا معلم. مع السلامه، وحشنا يا بطل. دلوقتي عندنا هنا عشان نجري بسرعه. يا بنت التشاه، يا مجنونه يا مجنونه. ها مفيش حد يجي بعد كده يستهزئ بالغزاله. هو هتلاقيه بص قفلك ازاي، ماليه مركزها وعضلات. بص كده، ايه ده يا الاول في البيتير؟ يا سلام، اول مره اعرف حاجه زي كده، معلومه جديده شباب. في البيتير بقى عصفوره، قال يعني من كتر رفعك يا اخويا. يلا نشوف دي كمان. يا سلام، لا انت كده بتستهبلي حتى بالهيد. امي طيب على حيلك كويس. خلينا نشوف نقدر نرفس دي. تقدر تكسر كل حاجه المجنونه والله. استنى، طب انا عايز اعرف حاجه، احنا ممكن غير النشان ممكن نجيب ده هيت شوت من بعيد؟ يلا يلا. اوه دي فكرها في سبايدر مان. بص هنا، هاي اهلا وسهلا. الولد بيجري، بتعمل ايه يا حبيبي؟ بس بس بتغلس عليا ليه؟ ها بتغلس عليك مني انا غزاله بتاعت الرقص دي؟ بس انا اتكلم معاه، ينفع نتكلم عن حدد عليه نقول له ارقص؟ اوه تمام. بصراحة اللي عامل اللعبة ده مزاج دماغ والله. يلا يا شباب عايزين بقى نقيم اللعبة دي بلايكات. كم ده في سمكة بتطير، ده مش فيل بس. شباب 40,000 لايك، لعبة والله جامدة لغاية دلوقتي. يلا ارقص. في كل جيم تخش لازم يبقى في راس. هات تشوف طيب في حاجة تانية جديدة هنا. خلاص خلاص بقى يا حبيبي، خلاص انت علقت. ايه احترم نفسك. وفي ايه؟ احترم الغزالة يا قليل الأدب. دام تاني يا سلام، تعالى تجري مني. ها تروح فيني يا قليل الادب؟ دي الواحد هنا كده على السريع. ايه اللي عايز يضرب غطس؟ تعالى تعالى انا يا راجل بتمشي على الميه، ولا اول مره اعرف حاجه زي كده. يلا ولا سيه. مع السلام، نجري بقى بسرعه. يا سلام لازم نقلنا مركزنا. لو بص النطه. ايه ده؟ اهلا انا يا عم الحصان، ايه الاخبار؟ عامل ايه يا راجل؟ يا يا سلام. الله غزالة مجنونة يا جدع، اجري بسرعة يا واد يا حسين. يا غزال يا غزال، تعالى العربية لا تتحديني. ايه ده ما بيشيلش العربيات؟ ايه يا عم الحصان اي كلام ده؟ عن اذنك يا كابتن. شوف خبطني ازاي يا سوسة. ها شوف هنا في ناس هنا بتتكلم، والسمكة الطائرة دي. بص عن اذنكم يا كباتن، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يلا بقى نديها راسك كده على السريع. ايوه كده اديله، كل واحد يرقص، كل واحد بقول لك كل واحد يرقص. امسك يا رب، متعصبنيش. يا سلام عملنا الضربه القاضيه. يلا ناخد الحصان بتاعنا، فارس بلا غزال. اوه يا حلاوه يا ابني، انت مكانك على الشجره، انت قاعد فوق الاماره، انت تفكر نفسك كينج كونج. لا لازم اطلع. اوعى يا جدع نطلع. ايوه نشم بس الاول فيه. يا سلام. يلا يلا واحد هنا كمان، نطلع هنا كمان. مين؟ استنى الكابتن اطلع جنبك هشوف بس منظور عامل ازاي. يا رايق، ده انا ما عملتهاش في سبايدر مان. نكمل نكمل، نطلع اطول عماره في العالم. كمل كمل. يلا مين؟ في حصان هنا حمار وحشي ولا ايه؟ يا لهوي على حجمه، ينفع نركبه؟ اوه. انا دلوقتي اقدر اقول اعلنت سيطرتي على المدينه. معاكم دلوقتي الاستاذه غزاله. يا غزال يا غزال، ادير الحمار الوحشي يقدر بقى يشيلكم. اوه ده بيشيل على بيرفص ما بيتفهمش.
تعالى يا مال. نور الغزالة اللي بتتحكم فيه. نفسي اشوف الفيلم اللي بيصير ده. ايه الشرطة؟ يا لهوي ده انا شكلي اخدت نجوم مش بقول لك خلينا بنلعب جي تي. ايه ده غزلان؟ قصدي معيز ولا هيتقبض علينا. اوه اجري بسرعة. اوه 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 عليا ها بقول لكم ايه؟ لو قبضتوا عليا لا لا مش هديكم برسيم. اجري بسرعة بسرعة بسرعة. ما تخلونيش اعرف مفيش برسيم. تير ايه تير الله اعلم الحيوان اللي احنا قاعدين فيه ده. اوه يا عم انا هتفنش دلوقتي واخد نجمتين. اوه خروف اهو العايز الفصل. تعداني اجري يا عم. يا رب لما تقبض علينا نجري في البحر. هروح للبقرة دي. ايه شباب عندنا كمان طيارة بابجي. يا سلام اجري يا معلم. بقول لكم على حاجة. طب احنا المفروض نكون ابطال ونواجه الخرفان دي. تعالوا تعال انا خروف. تعال اللي بعد هيموتوا عليا. طير طير اتفرجوا. تعال ناقصه قلب. خد خد بسرعه بسرعه بسرعه. طير 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 اجري. ايه الحمد لله الطياره. ايوه خش كده الطياره السريعه. لا حشرت الحمد لله. اجري بسرعه. الجرعه دي تنفع في الاوقات. يلا بسرعه بسرعه بسرعه. يا سلام ناخد كده واحده. طب ايه رايكم نروح نركب السمكه؟ يعني انت سايبه كله على بتطيري. المفروض مكانك في البحر مش في الهواء. تستهبل دي كمان. جم جم جم. وقف 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 وقف. يلا ما ينفعش تقريبا يا شباب نشن عليها. بس لازم نشوفها لازم نشوف لها حل ونركبها. الغزاله المجنونه دي. كمل كمل كمل. اهو الفيل اللي بيطير. تيري تيري يا كلابصه. راح نجيب الكلابصه اللي هناك دي. ايوه اوه ده عندها باور كمان. استنى يا عم شوف طائر على طول ما بتفهمش. ايوه جات لي علامه النشان بس ما ينفعش. يلا يلا بس ايوه ركز شويه. الله عليك يا سبايدر غزال. حلو يا سبايدر. شوفوا حجمها عامله زي الكسلان ده ولا اسمه ايه. بصوا واقف ازاي ده. لو يتركب ده المدينه كلها تتدمر. طب احنا خلي هدفنا دلوقتي نروح للبقره. حلو على الاقل نركبها. اوعى يا عم باخي. يلا اطلع 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 اطلع. تحقيق يلا يا شيخه. مش عارف اطلع. احاول يا شباب اجينا من الناحيه الثانيه بحيث نركب البقره. تمام. طب وعايز اشوف حاجه لو ينفع نركب العربيات. لا هيتقبض عليا. اجري بس. والله بيجري ورايا. انا اسف. تعالوا اوعى يا عم هيتقبض عليا. مش عمال ترغي انت ابو الاساسه. اوعى يا عم انسحبت كمان. نروح للبقره العملاقه دي. تصدقوا في تشيك بوينت هناك تقريبا. يين. يلا بسرعه 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 بسرعه. الشرطه ما تقبض عليا. مش عايز اخش السجن. هنط نط نط شم. خلينا نشوف طيب دي بتاعت ايه. ماشي وقفنا نقدر نلعب. يا سلام انا شباب نعرف القوانين. هلعب مع البقره دلوقتي. البقره الضاحكه. خلينا نشوف دلوقتي هنا القوانين. والله ما فاهم اي حاجه. انت اوكي اوكي تمام. يلا دلوقتي شباب هنعمل معركه البقر. استنى حلو. خلينا نختار البقره دي. حرك. زي كاننا بنلعب اسمها دي شطرنج. تمام البقره راحت هنا. دي رايحه فين يا مجنونه؟ انت رايحه فين انت كمان؟ قلت انا بتراقب الجو. ايه لو جبنا بقرتين هنا نجيب بقره هنا. طيب بدات تتحرك اخيرا. ايوه بقى بدات تهرب السوسه. المفروض دي هتقع فيها. ماشي وسابوها. تمام دلوقتي خلينا مكملين زي ما احنا. ايه خدنا مكاننا نقطتين. لا دلوقتي خلاص بقيت استاذ ورئيس قسم. نقعد نشوف حظنا في البلوك. اوه حلو. ندوس هنا على البلوكات. لو طلع لك البقر الاسود يبقى ده احنا كده خلاص. احنا عايزين البقر اللي هو بتاعنا ده الملون الابيض في اسود. ايه يا لهوي كله دول اتقلبوا كلهم اسود. انا كده هخسر بجداره. بقوه كام؟ انا 10. حيل انه الاحتراف 7. بيزيد السوسه بيتكاثر. بقر بيتكاثر. يلا نجيب دول شويه. ده اتحركوا. تعالوا في ايوه خليكم متجمعين هنا. بقى عندي داستا كلها. يلا دوس هنا اوكي. المفروض نوصل لاعلى رقم. دوس هنا اوكي. البقر الاسود ده هو اللي بيكتر. ايه اتلخبط هو المعلم. تعالوا هنا تعالوا هنا اتجمعوا. الله عليك بقى 17. حلو. عايزين بقى ننشر البقر بتاعنا في كل مكان. تعالوا هنا. عايزين شويه هنا حبه صغيرين. تمام. بقى عندنا داستا كلهم اسود. ايه 19 يا معلم. بس عندنا في بقره واقفه هنا فاحنا عايزين نجيب شويه بقر هنا. بصوا الاثنين اللي جايين السوس هياخدوا مكاني. حلو احنا اللي فزنا. الله
جود جيم اخيرا والله ما فاهم اي حاجه. اطلع يا عم انت يا زرافه اللي عامله مشكله، بس اهم حاجه نكون هربنا من الشرطه. بس الجيم معاك كانت حلوه يا بقره. اطلع بسرعه تمام، دوس سبيس. يلا 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 اطلع 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 اطلع، انا عايز اطلع بس استكشف. ايوه اللي فوقيها. يا لهوي والله ما شاف اي حاجه. ويا شباب انا ماشي على ظهر البقره. يا سلام، عايزين بقى الفيل الطائر ده يكون هدفنا. وانتوا اللي بيلعبوا هناك يا حلاوتكم يا جمالكم، استنى جاي لكم. اوعى يا شيخ انت كمان. يلا يلا اوعى يا كابتن. شوف الطور الشقي. استنى 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 استنى، مش بتكلم بتكلم معاك، مش بتكلم. احترم المعزه يا دين الادب. شوف اللي بعده انت كمان، ها بتقل ادبك على ابو الاسايس. دير دوبل هيت كيك ولا اسمها ايه. يلا تعالى نركبك انت. يا سلام، اوه دي بتطير المجنونه والله بالحليب. يا سلام شوف الحليب بيعمل ايه، عامله شغل. كمل كمل كمل، احنا عايزين بس نروح لحد. ايوه خليكي بس ماشي معانا لحد ما نروح للعمال اللي تطير هناك ده. نفكر نفسه طياره الفيل اللي بيحلم. شباب ده في مكان تاني جديد هناك، شايفينه في اخر الدنيا. طب اقول لكم على حاجه، سيبكم من البتاع اللي هناك ده وخلينا نروح للمدينه اللي هناك. اه مين ده؟ اوعي يا عم انت جيت منين ده؟ والله بيستهبل. اوعي يا جدع ابعد، انت مش عارف انا مين. انا معزه، قصدي اللي اسمه ده غزاله ولا ايه؟ ننزل بسرعه. اوعي يا جدع لازق فيا، عمال يزقني السوسه. احاول انا انزل عمال افنش فيه مش عارف. خليها لك يا عم، نركب السمكه. اخ ما ينفعش، نروح تاني للمكان الجديد سريع سريع. انا خلاص بقيت مش فاضي للكلام القرع ده، سبت البقره ومع نفسك انت. وخلينا نروح للمكان. اوعى يا جدع، في ايه يا جدع؟ في ايه يا جدع؟ بتمنعني ليه؟ ها؟ بتمنعني ليه انا اعدي؟ اوعى يا جدع. كمل 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 يا ابو سيس ولا يهزني. شوف دماغه ناشفه، رجعني تاني. اه يا شاي شوف حدفني ازاي، يرضيك انا راضي زي ما تك، ينفع كده؟ نسلم عليه بس الاول عشان ايه ما يتخضش مننا. اوه بقى عنده قرون زيي. اهلا. ايوه اديله القسم. ايوه باي باي حبيبي. بص 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 التعاون. يا سلام نرقص كمان حبيب قلبي. استنى بقى، عايزين نديله واحده كده دبل كيك كده على السريع. يا محظوظ. اوه حلوه. استنى يا كابتن احنا لسه ما جربناش نعمل ايه. هو ده اللي انا عايزه. ها اديله بلا استحيز. حلو، جات لي فكره حلوه. تعالى يا معلم اتفرج. جاكي معزه نقدر ناخده في ايدينا ونجري. تعالى تعالى انا بعدلك دلوقتي، همسح بكرامتك الارض. الله يلا نطلع جام جام جام. يلا تعالى. ها عايز تتفسح؟ انا هفسحك النهارده. يلا باي باي. طب ناخد بقى عربيه من العربيات دي. تعالى تعالى انت كمان. ما ينفعش، لازم نحدد بس حد ده كده الاول. ناخد الكابتن. تعالى يا كابتن. وعندنا تحيه واحده، تحيه واحده. نروح بقى للعربيات اللي هناك، قصدي المترو. هو يا عم ده بيظبط طلع العربيه. ايه بص عايز يجري ورا اخوه. انسى يا حبيبي. ها تعالى عشان بعد كده بتيجي تغلس على عايز ايه. ها تعالى والله لاصحابك ما هسيبك، انا هعلمك الادب النهارده. اتفرج. ايوه يلا يلا شام شام. ايه تعالى بقى. يلا مع السلامه. يا لهوي ده بيهد المصنع. حصرتني يا جدع، حرام عليك. شوف بقى عندنا ايه كمان. يا سلام، ايه يا حبيبي اللي موقفك لوحدك كده؟ توقف بدل الطيارات يعني؟ تعال نركبه ده. ما ينفعش ما ينفعش يتركب ليه. ها ما ينفعش تتركب ليه، ما ينفعش. ما تزعلش ابو الاسيس، سامع؟ سامعني انت ولا لا؟ واللي بتهز ولا الهوا، حتى القوه بتاعتنا الخارقه ما بتاثرش فيه. خليه براحته، نقف هنا. محتاجين البقره هنا، محتاجين مين تاني تقريبا؟ انا اقف هنا صح. محتاجين بقرة يا شباب، نجيب لك احلى بقرة لعيونك. خلينا نشوف لما نحط التلاتة ايه اللي هيحصل. البقرة كنت رميها وعندنا في سمكة، ما ينفعش نحطها. ينفع تركب دي كمان؟ والله كل حاجة ينفع. احلى سمكة ولا يلا لو صحش، انا مستعجل بس على الشغل. خد بس المكان ده كله عم، وينفع تعوم هنا كمان؟ يا سلام، شط وبر وبحر، سمكة بر مائية. انزل يا شيخة، ده انا اسرع منك. اروح انا بسرعة اجيب لي البقرة واحطها هناك. ايوه الفيل يا عمو الفيل، بس احنا معاك خليك حلو. خد تعالى هنا. يا رب يا رب يا رب، اقف شويه يا جدع. ايه البقره يا شقية، بتلعبي مع اخواتك وسايباني انا؟ هي دي تعالى يلا. لا هتقرف. بص بتطير ازاي السوسه، فكرنا نفسها طياره.
تيري تيري يا بقى، اروح بس الاتجاه ده، ننزل بس هناك نحطك في المكان اللي احنا عايزينه وخلاص انت هنا، الموضوع سهل وبسيط. يلا وصل بسرعه، نحطها بس هناك جنب اي واحد القرن ده وكده خلاص، يبقى احنا ان شاء الله نقف بس جنبيه وتشوف بعد كده اللي هيحصل هناك، نقدر نروح ندل على سلامتنا. احلى طياره هليكوبتر دي ولا ايه؟ تخيل انت بطياره هليكوبتر بس البقر. بس وقفي بقى هنا، اهدي بقى كده شويه، بس اقعد خليكي بس لحظه هنا، اجري بسرعه. ايوه هيل، شفتوا؟ اخد ايه ده؟ مين ده كمان؟ يا لهوي قصوده، ده جابوا لنا حيوانات تانية يا عم، حرام عليك، انا عايز امشي المكان اللي موجود فيه ده. والله شوف ده كمان، انا هركبها، ده انا همسك المدينة دلوقتي. يا سلام عليك يا بقرة، استني بقى، استني استني، يا سلام عليك، انت خلاص هنكتي ولا ايه؟ اصحي فوقي، مش كنت عاملة طيارة هليكوبتر من شوية؟ اوه بس حلوة البتاعة دي، واو والله متجمع ايه من اسود على يا سلام. اوه ده انا في لعبه ثانيه خالص. ايوه بقى فين ايه؟ تعال الله تعال الله فيه ما تعداني. شوف ابو الاساس هيعمل فيك ايه دلوقتي؟ تقف فيس تو فيس. ها استنى يا عم، مش انت حيلك شويه تهرب مني؟ انا جاي وراك من زمن طويل. سير 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 بسرعه. اوه جبت الفيل، يا حق الشرطه جايه. انا اسف يا خرفان، حقكم عليا، مفيش مرسيم، ها خليكم حلوين جايين. تعال تعال شوف انت كده ضربت بس على الفيل. هي انت ما عارف، مش عارفين انا معايا ايه؟ عايز اعرف بقى، هيبعتوا لي طيارات هليكوبتر نشل كمان على ايوه اللي انتوا فرحانين بيها. هو يا عم انا مش هخش المنطقه اللي هناك، بس سيبني الله يسهل لك. سمكه الامانه تقوم دي، في طياره كمان هنا، تعالى طياره. ها طبعا انا شايف كل حاجه، ما نيجي نوصل. اوه الخرفان اهي والله جايه، انا معاكم مدرع في العالم. تعال تعال انا خروف، انا اللي بعد. تعال اوه انا اسف، هيبوظوا عليا كده. طب ما خلينا نجرب تجربه جديده، ايه رايكم لو دخلوني السجن؟ كان تشوف سجن الخرفان يبقى عامل ازاي. يلا انا هسلم، هسلم ارني اهو، هسلم ارني. شفتي؟ ها مش رميني، مش رميني كلك عليا ولا ايه؟ اه يا غدارين. فيها خروف، انا قلت لك هسلم ودني اهو. ايه ده انا كسبت؟ يا سلام. والله انا بس اول ما قلت له يا خرفان احنا مسيطرين، ها ما تعمليش فيها بطل هنا يا حبيبي. ناخد البتاع، اول ما فردت صدري عليهم كلهم كش ورا. تعال يا صغير يلا نعيش بقى في المدينه براحتنا. لا يا لهوي، عربيه الشرطه ده يعني ربنا يستر، بس ده مين اللي سايقها؟ اوه ده المرحلة الثانية. تعال يا حبيبي تعمل لي فرح؟ يلا ده انا بص هضمن لك المدينة، احنا عايزين بقى نجيب بقى اعلى من كده. خرفان الصغيرة مع السلامة، فنشنا الخرفان. فين بقى؟ اوه ده جاي والله يا مجنون، ايه يا ابو الاساس فرح وتعالى. ايه ده جاي تاني جايين كمية. يلا يلا كسر كسر. مين؟ مع السلامة. هو يا خرفان احنا مسيطرين. عايزين بقى نشيل العمارة دي اللي قاعد عليها الكسلان. تخيل بقى لما نيجي نوقع العمارة. أنا عايز أعرف بس أشوف هيروح فين. تعالى تعالى كمل كمل كمل. وقع يا عم وقع يا جدع يا عم. بالتوك توك اللي أنت فرحان بيه ده. جيب ده كمان. الأرنوبة. يلا تعالى يا عم الأرنوبة أتحداك. تخيل أنت عالم الحيوان قاعد معاك. تعالى يا عم الارنب، هيبعت لي الخرفان وعربيه الشرطه والارنب. عايزين نشوف لو نوصل للماكس مين هيجي تاني. ده انا روقتهم. اوه في حد بيضربني. اه يا جدع كتير ولا سايس. اه الارانب يا غدارين والله اقوياء. اه جابوني جابوني طلعوا اقوياء، ده انتوا بقى عاملين بقى عليا رباطيه. اه يا شقي خبطت حته بخبطه. يا عم انا خليني احسن في حالي واكون غزاله صالحه، قصدي مواطن صالح. نركب بقى العربيه. يا ايه ده الموتوسيكل؟ بص 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 تخميس، اتفرج يا معلم، شوف حتى السواق مش باين له ملامح. هو يا كابتن انا جايب موتوسيكل انت مش عارف يعني ايه يا معلم؟ اتفرج على الاحترام. اوه سوري سوري مان، اصل رخصتي على قدام، مش لاقي حد قدامي.
هو يا عم يا عم الطريق بص بيسوق ازاي، بص بيسوق ازاي، ما انت معكش رخصه ولا شكلي بقى انا انت دلوقتي هنزل افنشك. ها مش بكلمك هنا، تعال تعال انت بدات تعصبني دلوقتي. اه بيطلعوا من هنا. لا انا هخش جوه ليه؟ ينفع والله انا استكشف اللي جوه. طبعا كلهم بيطلعوا من هنا. اه ممكن نخش هنا هيل وناخد ده سريع سريع. لا يا عم احنا عايزين عربيه احلى من كده. اوه يا سلام، ايوه كده تركب حاجه معزز مكرم. وحطت صورتي من بره. اه يا عم انا نزل كابتن لو سمحت. بيب بيب سوري مان. كمل كمل. تخيل انت واحد تفنش تقول له سوري مان كمل. اوه الشرطه تاني. طب احنا بقى المره دي عايزين نهرب منهم. حلو هيبعتوا لنا اول حاجه الخرفان. نخلص نخلص المرحله، احنا خلصنا المرحله الاولى ناقصنا الثانيه الثالثه نخش على الرابعه. ايه تعالوا يا حبايبي وحشوني يا ابطال. ايه ابو لاسيس مسيطر معلش يعني المدينه دي بتاعتنا مدينه المعيز. ايه دلوقتي رجعت لكم مره ثانيه. تعالوا يا حبايبي كان في سمكه. ايوه تعالى تحديني يا سمك راح في اخر الدنيا جبانه. تعالى يا ابو لاسيس لازم نفنشها. ولا واحده جت فيك ازاي؟ ده انا مخلص عليك كل حاجه. يلا 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 اهي جايه والله جايه. تعال تحدي يا ابو لاسيس. آه! يا لهوي طلعت في الاخر ازاز. هو قلنا دو... يا الراجل ده يا عم خضتني يا عم، فكرت ادوات جديده يا عم انا مش داخل هناك اهو يا عم. تعال نخش بقى على الفيل. تعال يا عم الفيل اقف يا جبان. ها خليك شجاع زي السمكه وتحدينا. بقول لكم على حاجه، انا في شايف هناك مكان اللي هو بتاع البترول ده، ايه رايكم ندمجه ونشوف بقى دلوقتي الشرطه هتجينا عامله ازاي؟ بس اعتقد اللي المفروض تيجي على المكس. بس خلينا نشن على الفيل الاول بس كده. وقف اه يا جبان وقف. هنطلع بس فوق سريعا ما بتجيش غير بكده. يلا يلا بسرعه. ايه ده انا ركبت ولا لسه؟ ما ينفعش نركب. اركب اركب بس وقفتك عند حدك. ها حبيبي يلا والله. ما فيش اي حاجه حصلت فيه يا مفتري. خلاص يا عم انا همشي منين احسن. نخش بقى على المكان فين. ايوه لا لا بلاش ده بلاش ده. نخش على ده. اوه ده بقى يا لهوي لسه 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 احنا عملنا حاجه، احنا لسه بنسخن بس. خلينا نشوف مين اللي هيطلع لنا دلوقتي. وهتقولي نجمه واحده، انا عايز 10 نجوم برضه تاني. لا يا حبايبي الكلام القرع ده ما ينفعش معايا، احنا عايزين حاجات تقيله. يلا هفنش المصنع ده كله. اعمل لي واكور تعال. خش على المصنع ده كمان. تعال انت انا كمان انا صغير بقى. ها اوه يا مجنون اتحول والله جبته. الله عليك يا ابو لسيس. مفيش حد يقدر يقف قدامنا حتى لشقي. شفت مطلع بنزين من عين الليزر. اوه شباب دي جديده الارانب. هاي قديمه يا معلم. اهو ده كمان وقف لي ازاي يا كابتن؟ ايه يا ابو لسيس؟ تعالى يا حبيبي اللي بعده. نقدر دلوقتي ندمر العماره دي؟ تقريبا نقدر. يلا يلا بسرعه 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 عايزين نفنش كل حاجه هنا. اوه يا لهوي حتى بتاعت اللعبه الله يرحمها. تعالها بالرحمه شوف. يلا نشوف بقى تعالى. اه ده اللي متامن. اه كل شيء ياخدوني هنا. ده الوحيد اللي ما ينفعش نفنش فيه. يلا لا اوف 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 هيرجعنا تاني. لا 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 ايوه يلا لف 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 وارجع تاني حيل. اوه مع السلامه يا حبيبي توحشنا. ها انت كنت فكرت تفنش ابو لسيس. تعالى شلنا لهم كل حاجه. يلا نشيل دول كمان. شباب ده المقر بتاعهم. ها اللي بيطلعوا منه المقر السري. تعال نفرق. اوه والله بص ورايا ورايا ايه بالهبل كلهم جايين ورايا وكله بالليزر. يلا كل ده بيتحدوا. يا لهوي يا جدع بيتحدوا بعزه بعزه غلبانه. ها قصدي بعزه ايه غزاله. يلا بسرعه بسرعه تقريبا احنا سيطرنا كده على المدينه وهي اخرها ثلاثه. ايه ده في ادوات تصدقوا؟ ايه اللي ناخد الادوات؟ ايه؟ تعال والله. اوه لا اجري بسرعه بسرعه. اجري معانا احلى. ايوه يا سلام. نقدر ناخد الدروع دي كمان. اوعى اوعى اجري بسرعه. اروي اروي ناخد ادوات ادوات ادوات. لا لا عايزين يجيبوني برضه الغدارين. انسى يا معلم. ايه انسى كلك عليا ولا ايه؟ ما تعرفوش تتكلموا مين؟ لا اوه هينفع نشن. هيل لا اجري هيضربوني والله. استنى
لا يجري يا جدع، اهرب بسرعه بسرعه، المشكله في النشان، لازم ننشن. لا 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 لا. يا سلام احلى بقى، والله انت عملت اعلى في المكان. ايوه ما خافش منكم، ما اقوى رصاص في العالم. اه بوليزر ده جاي لي، في تيم بوليزر بيحاولوا يجيبوني. ها تعالوا فنشوني، تحداني فرق وتعلم يا معلم. ايه ابو رصاص؟ لا ولا هيلث واحد هيلث. اقول لك ايه، احترم ودنك، احترم ودنك، هيك منك تعال الارنب. بص وانا ما خفت، اقول لك ايه، اديله ابو رصاص، والله هيلث قوي ما بيحل. هيلثي نص قلب، نص قلب، اجري بسرعه بسرعه. حرام عليكم. خلاص انا استسلم، خلاص استسلم استسلم. طبعا شو انا اقف لحد هنا في الحاجه، وكان فيديو للتناس باب اللايك، واتمنى انكم تشتركوا معايا في قناه لسه جداد معانا. عايز رايكم في التعليقات بخصوص اللعبه اللي لعبناها النهارده، لعبه مجنونه بصراحه. طبعا عايز اشوف رايكم في التعليقات. ايه ده، ممكن نلعب هنا كمان؟ الله جنان، ممكن نتحدى كمان الناس هنا وتقعد تتانتخ. والله لا يعني مجنونه اللعبه. شفتوا ورا جاي فيديو جديد مع اي سي تيوب جيمنج. يلا سلام.